هذا لم نحكي كل شيء له علاقة بإيش؟ له علاقة بالإسلام. المحاضرة الماضية بدنا نتكلم عن spectroscopic methods وكانت عبارة إنه عرضنا سلايدز، كانت عبارة عن سلايد ليكتشر بينا فيها شو معنى السبكتروسكوبي والمجرمنتس الحاجة الثانية، وشفنا سلايدز وشفنا كيف شكل السبكتروميتر وشفنا شكل الالكترومغناطيك راديشن كل الحاجة الثانية. طيب اليوم بدنا نجي ليش بدنا ناخذ اللي هي نوتس ليكتشر، نوتس ليكتشر تمام. طيب اول شيء ايش هو السبكتروسكوبي؟ سيبريشن، شو معنى سيبريشن؟ فصل. ديتكشن معناها ديتكتر، اوكي. حكينا انه دائما كل شيء في عنا ميثود، هو كل ميثود بكون في عنا فيها ديتكتر اللي هو هون عنا في السبكتروسكوبي بيكون عباره عن فوتونز بنحولها لالكترونز يعطينا سيجنال، وهي السيجنال بتصير بروبورشنال كومبنسيشن. ديتكشن طبعا نعمل ريكوردينج في الاخر، لكن هون احنا في السبكتروسكوب شو في عندنا؟ انرجي تشينجز اللي هي زي ما حكينا انه الانرجي تتناسب ايش مع اتش اي اتش سي اوفر لامدا، تتناسب مع ايش؟ تتناسب عكسيا مع ايش؟ مع الويف لينك اللي بيتم ايش امتصاصه. وحكينا انه الويف لينك هي عباره عن بارامتر اوف سيليك اكتيفيتي، معناها انه كيف بنقدر نميز تو انالايز انه كل واحد له ايش ابسوربانس او له امتصاص او انتر اكشن مع ايش الديفرنت ويف لينك تمام. طيب السبكتروسكوبي قد يكون ايش نيوكليار سبكتروسكوبي، هذا بالاكس راي. ايونز اللي هو هذا بالاتوميك سبكتروسكوبي، ايونز اتوميك سبكتروسكوبي اور مولكولز، اوكي مولكولز اللي هو بالمولكيولر سبكتروسكوبي تمام. ولك ذيس تشينجز، هاي التغيرات بالانرجي تشينجز ار ديو تو شو بصير عندنا؟ absorption of electromagnetic radiation أو emission of electromagnetic radiation. يبقى هذا لمين؟ للي فيه إيش؟ للي فيه electromagnetic radiation. لكن في عندنا إيش اسمه particle أو إعنه بكون عند scattering لمين؟ للelectromagnetic radiation تمام. or إيش particles؟ طبعا هذا particles نوع تاني من السبكتروسكوبي اسمه ماس سبكترومتري. شو اسمه؟ ماس سبكترومتري. انه بنضرب الموليكول بنضربه بالكترونز وبكون لنا ايش؟ ايونز. بكون لنا ايش؟ ايونز. لكن احنا هون المهم عندنا اللي هو ابسوربشن او ايميشن اوف الكتروماجنتيك راديشن. في عندنا سكاترينج اللي هو هذا بالاكس راي تمام. فيبقى هذا تعريف السبكتروسكوبي تمام. شو السبكتروميتري؟ لما يكون متري كل شيء بنتهي بعملية متري معناها ميجرمنتس، معناها ايش؟ ميجرمنتس. فهي ميجرمنتس اوف سبكترال تشينجز، ميجرمنت اوف سبكترال تشينجز هذا اسمه ايش؟ اسمه سبكتروميتري. طيب زي ما حكينا انه الانرجي تاع الالكترومغناطيك راديشن، طبعا هذا الانرجي اوف فوتون ابسورب اور ايميتد، لكن هذا بتناسب مع ايش؟ مع ديفرنس انرجي ليفلز، يا انما بالموليكول يا انما وين؟ بالاتوم حسب السبكتروسكوب تمام. الترانزيشنز عباره عن اتش اللي هو بلانكس كونستانت وميو اللي هو الفريكوينسي، والفريكوينسي شو بيساوي؟ سي اوفر لامدا، سي اوفر لامدا، او انه باخذ معكوس اللامدا بسميه ايش؟ ويف نمبر. شو بسميه؟ ويف نمبر. فيبقى هون انه انا لما حسب الـ الويف لينث اللي عندي يا انما بستخدم الويف لينث لازم تكون بالميتر، او الويف نمبر شو بده يكون؟ بير ميتر معكوس صح. اذا استخدمت اللامدا بتكون بالميتر، اذا استخدمت الويف نمبر شو بكون؟ بير. شو بكون؟ بكون بير ميتر
طيب خلينا نشوف انه دائما احنا بنحسب بنستخدم اللامدا لما تكون الويف لينث شورت، وبنستخدم الويف نمبر لما يكون ايش يكون بقول لك هاو ماني طبعا انرجي. لاحظ ايش انه شو بده اياها كيلو جول بير مول. احنا شو بنحسب جول بير مولكول، شو بنحسب جول بير اوتوم، واللي هي تكافئ ايش جول بير مولكول. لما بدنا نروح لمولز نضرب ايش، لما بدنا نروح من مولكولز لمولز شو بنعمل يا ليلي؟ شو بنعمل؟ تضرب بأفوكادروس نمبر. ولما بدنا نروح بلاكيرج شو بنسوي؟ نضرب في ايش؟ 10 سالب 3 صح؟ صح؟ دائما ها لما نروح من الكبير للصغير الاس بتكون سالب. بينما بتكون ايش؟ بتكون العكس. تمام؟ فيبقى خطوة واحدة. يبقى هون دلتا اي قال لي قديش الويف لينك السلكتيف ويف لينك اللي بتكسر الاوتو؟ قال 147 نانو متر. فيبقى هاي دائما تيجي سؤال بالامتحان بلانك كونستانت 6.626 × 10⁻³⁴ جول سكند، سبيد اوف لايت 2.998 × 10⁻⁸ ايش متر بير سكند. هاي بير سكند شو صار لها؟ راحت مع ايش؟ مع سكند. تمام. اوفر لامدا، لامدا شو لازم تكون بالمتر صح؟ لما اعطاني بالنانومتر، لما بدي اروح من نانومتر لمتر من الكبير للصغير 10 to minus ضرب 10 to minus 9. تمام. فيبقى هون حيطلع معي ايش جول بير مولكول او2، لكن انا شو بدي بير مول او2 فاضرب بايش عدد ابو، بضرب بايش بعدد ابو جادروس، بعدين ايش كيلو جول بضرب ايش 10 to minus 3. فيبقى شايفين قديش طاقه ال 147 نانومتر 813 كيلو جول بير. تمام. يبقى صار عندي انرجي تشينجز على 147 نانومتر لما ضربت في الاوتو كسرت مول من الروابط. تمام. مول من الروابط يبقى قديش طلعت عندي انرجي 813 كيلو جول بير بير مول. تمام. هون لما استخدمت ايش اللامدا، لكن هلا شو بدي اسوي؟ بدي استخدم الويف نمبر. طبعا حكيت انه ان الويف نمبر بستخدمه باللونج ويف ويف لينك. اللي هاو ماتش از ذا انرجي اوف سي او 2 انكريز. طبعا دائما يا بصير عندي ايش الابسوربنت شو بيعطيني انكريز اوف انرجي. يبقى بكون بالجراوند ستيت وبروح وين على الاكسايتد، على الاكسايتد ستيت. بقول لك هاو ماتش از ذا انرجي اوف سي او 2 انكريز when it absorbs infrared radiation with a wave number of what 2300 per centimeter. 2300 per ايش per centimeter. ال h هي ال h وال c هي ال c. يبقى هلا بدي اروح من per centimeter ل per meter. يبقى اذا كان في عندي per centimeter 2300 per meter بكون عندي اكبر ولا اصغر؟ عدد اكبر ولا اصغر؟ اذا في السنتيمتر هالقد بكون بالمتر شو بده يكون؟ يبقى بضرب في قديش 10^2 بضرب في ايش 10^2 على اساس يكون الجواب عندي مش بير سنتيمتر بير متر. هي انا طلعت تمام الانرجي بير موليكول افوكادروس بير مول 10. تمام. يبقى قديش 27.5 كيلو جول بير. طبعا هذيك كانت تعمل تكسير للموليكول. هاي شو كانت تعمل؟ كانت تعمل يا فايبريشن يا روتيشن، لانها طاقه قليله، بتكون عباره عن ايش عن طاقه قليله. وفي الحالتين الاو2 از موليكول والسي او2 از موليكول، ما ينطبق عليهم شو اسمه مولوكيولار سبكتروسكوب. شو اسمه مولوكيولار
مولكيولار سبكتروسكوبي. طبعا في المولكيولار سبكتروسكوبي عاده تكون الانالايتس قد يكون بالغاز او قد يكون بال قد يكون بالليكويد. تمام. طبعا هاي خلينا نشوف شو بيسوي. طبعا كل الكترومغنتيك راديشن في له طاقه، فكل ما كانت الطاقه اكبر نعرف شو انواع الترانزيشنز. فيزبل اليو في والاكس راي والاي ار بيعملوا ايش؟ الكترونيك ترانزيشنز. الكترونيك ترانزيشنز بقول لك اكومباني وذ فايبريشن اند روتيشن، يعني بكون موجود فيهم ايش؟ الثلاثه. لكن في الاكس راي بكون للانر الكترونز. عشان هيك بقول لك انه المولكيولر سبكترا از كونتينيوس. ليش كونتينيوس؟ اذا لهم نفس الترانس اذا لهم نفس الالكترونيك ترانزيشنز لكن بيختلفوا بايش؟ بالفايبريشن وبال بالروتيشن. عشان هيك شو بكون المولكيولر سبكترا؟ بكون هو عباره عن ايش؟ عن كونتينيوس، عن كونتينيوس سبكترا. تمام. طيب هلا لو رحت لمين؟ ل قلت الانرجي، رحت على الراديو فريكوينسي، هذا صعب انه ايش لا يعمل ترانزيشن ولا كذا. فيبقى شو بسوي؟ بعطي معاه ماجنتيك فيلد. زي كيف الان ام ار الراديشن سورس بكون ايش؟ قليل كثير. فيبقى عشان اسوي الترانزيشن شو بحط معاه؟ ماجنتيك. بحط معاه ايش؟ ماجنتيك فيلد. تمام. فيبقى حسب نوع الراديشن بطلع عندي السبكتروسكوبيك ميثود، بطلع اسمه ايش؟ حسب السبكتروسكوبيك ميثود بتاخذ اسم الراديشن اللي ايش؟ اللي انا بستخدمه. فمثلا الان ام ار، في عندنا الان ام ار نيوكليير ماجنتيك ريزونانس، هذا كثير منيح في الايدنتيفيكيشن للاورجانيك كومباوندز، وبيعطيني كيف توزيع الهيدروجينز، كيف توزيع الكربون 13، كيف السلفر. فيبقى لما بطلع على الان ام ار بروفايل ممكن اطلع على ايش؟ ممكن اطلع، ممكن اتعرف على نوع المولكول. لكن هذا لا يستخدم بالكوانتيتيف اناليسيس، لا يستخدم بالكوانتيتيف اناليسيس. فيبقى لما يقول لي ان ام ار يبقى نيوكليير سبين كابلينج وذ ابلايد ماجنتيك فيلد. فعشان هيك بتلاقي 200 و300 و400 اللي هي قوه الماجنتيك، اللي هي قوه ايش؟ الماجنتيك فيلد. تمام. في عندنا شيء اسمه الكترون سبين ريزونانس. سبين كابلينج هذا لمين؟ للانبيرد الكترونز، بيعطيني معلومات على الانبيرد الكترونز. طبعا لما يكون في عندي انبيرد الكترونز بيكون المولكول ايش؟ بارا ماجنتيك. شو بكون؟ بارا، بكون بارا ماجنتيك. فيبقى بصير ايش؟ بالابلايد ماجنتيك فيلد. لكن انا اللي بيهمني اكثر هون انه الاي ار والرامان، الاي ار والرامان تقريبا نفس الشيء. هذول بس بيعمل بس مينلي روتيشنز فايبريشنز واحيانا الكترونيك ترانزيشنز، واحيانا ايش؟ الكترونيك ترانزيشنز. لكن هون عندي ايش؟ اليو في فيزبل، هذا هو اللي كثير اللي انا بستخدمه فور كوانتيتيف اناليسيس، اللي هو بسوي لي ايش؟ مينلي الكترونيك انرجي تشينجز، الكترونيك تشينجز هي الميجر. لكن بكون معها شويه فايبريشنز، بكون معها شويه روتيشنز. طبعا الاكس راي، لكن هون الاكس راي لانه قوي كثير فيبقى بيعمل ايش؟ ترانزيشنز لمين؟ للانرشال الكترونز، اللي هي الالكترونات ايش؟ الداخليه، اللي هي اشياء الالكترونات الداخليه. في شيء اسمه عندي ديفراكشن، وفي شيء اسمه عندي افلورسنس. لكن احنا هون كل شغلنا في الكوانتيتيف اناليسيس راح نركز على ايش؟ على اليو في فيزبل. تمام. فيبقى لو تيجي تطلع على اي سبكتروسكوبيك انسترومنت حتشوف انه شو في عندك؟ سورس اوف راديشن، سورس اوف الكترومغنتيك راد. هذا قد يكون لام، قد يكون ار، قد يكون ليزر، بلورز، اوسيليتورز. لازم يكون في عندك سورس اوف راد، سورس اوف راديشن. تمام. السامبل قد تكون سوليد، قد تكون ليكويد، قد تكون ايش؟ غاز. طبعا انالايزر، انالايزر هون بنحكي سبكتروسكوبيك انالايزر اللي هو بنسميه مونوكروميتر، على اساس انه السورس دائما بكون بوليكروماتيك، بكون ايش؟ بوليكروماتيك، معناها في كل الويف لينث. لكن انا شو بدي؟ ويف لينث محدده. كيف بحددها؟ عن طريق شيء اسمه مونوكروميتر. شو بستخدم؟ بستخدم مونوكروميتر.
تمام. وطبعا التغير بالانرجيز بيتم على ايش؟ الفوتونز اللي هو الديتكتورز اللي هم مين المشهوره اكثر اللي هي الفوتو الكتريك. شو معنى فوتو الكتريك؟ معناها فوتونز بحولها الى الكترونز، فوتونز بحولها الى الكترونز. فيبقى هون يبقى شو بستخدم ابلكيشن لكل واحد لكل تكنيك، لكن انا هذا مش كثير مهم عندي. فانا المهم عندي انه ايش؟ UV visible spectroscopy. يبقى دائما انا تعلمت عن السبكتروسكوب بشكل عام، لكن هلا في الكوانتيتيف اناليسيس دائما بهمني ايش؟ انا بهمني اليو في فيزيبل سبكتروسكوب. برنسبل راديانت انرجي ابسور باي ا سوليوشن از ميجر. فيبقى ابسوربانس فيرسس كونسنتريشن، absorbance of what of electromagnetic radiation with selective wavelength. إذا بدي السبكترا أساس أتعرف على الكومباوند، بس عند quantitative analysis شو بسوي؟ باخد wavelength محدد. تمام. طبعا كالوريمتري حكيناها اللي بتكون لما يكون فيش عندي interferences، لكن في السبكتروفوتومتري جهاز السبكتروفوتوميتر intensity in intensity h. طبعا الانتنسيتي شو بصير في عندي؟ بصير شيء اسمه ترانسميتانس. تمام. فيبقى دائما اذا ما فيش عندي ابسوربانس بكون الترانسميتانس 100%. تمام. فيبقى هون شو بده يصير في عندي؟ بده يصير في عندي الابسوربانس. تمام. الابسوربشن اي انسيدنت داخل اوتر شو بكون داخل. اوكي. انسيدنت ترانسميتد اللي هو لم يتم امتصاصه. هاي الترانزيشنز. طيب في الجراوند ستيت طبعا هون بنحكي عن مولكيولار اوربيتالز. عندي سيجما، عندي باي، عندي ام. باي مين؟ اللي هي دبل بوند الكترون، صح؟ في دبل بوندز في باي الكترون. سيجما كل السيجما بوندز في سيجما. واحيانا اذا في عندي هيترو اتومز شو بكون لها؟ ان. شو بكون لها؟ ان. فيبقى في الاكسايتد ستيت عندي كم نوع ترانزيشنز؟ عندي سيجما سيلفر ستار. طبعا بتروح السيجما باي ستار مستحيل. اوكي. اذا باي ستار يبقى ان باي ستار وان سيجما اس ستار. هاي هي المولكيولار ترانزيشنز. انو الموست انرجيك؟ ال n sigma star وبعدين n sigma وانو اقلهم n by star. لكن انو مشهور فيهم اكثر by star. بقول لك by star في له حكينا absorptivity، له larger molar absorb، له larger molar absorptivity. sigma star 150 نانومتر. n sigma star 150 ل 250 نانومتر، معناها مور انرجي. ان سيجما ستار يبقى شو بدها تكون؟ اقل. طبعا زي ما حكينا الانرجي تتناسب عكسيا مع الويف، تتناسب عكسيا مع الويف لينك. الان باي ستار والباي باي ستار تقريبا قريبين من بعض، من 200 ل 700 ايش؟ نانومتر. لكن ايش؟ هنقول له مولر ابسوربتي اكثر الباي باي ستار. فيبقى دائما المركبات اللي فيها كونجوجيشن، المركبات اللي فيها كونجوجيشن اكثر الابسوربنس تاعها شو بكون؟ اعلى. كل ما يعلى الابسوربنس شو معناها؟ بيقل لي الكونسنت لانه الاي بتكون كبيره، الكونسنتريشن بكون قليل. ولما الكونسنتريشن يكون قليل السنسيتيفيتي شو بتكون؟ عاليه ولا واطيه؟ lower concentration larger signal with lower concentration معناها larger sensitivity. ويش؟ lower limit of detection. lower limit of detection. فيبقى هاي عبارة عن ايش؟ هاي عبارة عن الترانزيشنز. عبارة عن الترانزيشنز. توقع انه مش دائما بالفاينل يجيك سؤال انو largest انو smallest انو اللي له largest molar absorb. هاي المولكيولار ترانزيشنز شفناهم كيف اشكالهم في السلايدز، لكن هذول ايش المهم عندنا؟ تمام. طيب زي ما حكينا الابسوربشن
فيبقى الابسوربشن يبقى التوتال ابسوربشن هو عباره عن ايش؟ الكترونيك في اليو في فيزبل زائد فايبريشنال زائد ايش؟ روتيشنال. عشان هيك حكينا انه المولكيولار سبيكترا ات از ا كونتينيوس سبيكترا، لانه اذا كان تشابهوا الالكترونيك بيختلفوا بالفايبريشنال.